هذا العطورات، هذا احسن منتوج عندنا مسك الطهارة. هذا هي مسك الطهارة، هذا نجيبو فيه من يمن، هذا الاصلي عاقد كي العسل هاكا تشوف فيه. ايه عاقد كي العسل ومشهورين بفلور دو سيدي بو، يجيونا توريست وتوانسة. أيه. ومشهورين بفلور دامور ورد الحب. ايه ومشهورين كذلك كاكتوس باز دو شانيل. أيه. والعود السامي وجاسمان دامامات، هذا جاسمان، هذا بالنسبة للعطور. بالنسبة للزيوت عندنا زيت القلوب الهندي، ثم هذا يتعمل ماسك للشعر، وهذا كورفيزا الشبر. ثم ذيل الحصان هذا يتعمل على الشعر الشيح من غير ما تغسل، تعمل وتخرج تكتب. هوني عندك الباروق، عندك الطفل، عندك التسمين، هذا شوكولاتة، هذا خمير تجع وشوكولا باهي ياسر. عندكم هذه زيد نوات كوكوسي نتاع بالرسمي كوكو. اني مجربته نتاع بدن ماسك تاع شعر بدن خيالي، ديجا اني جيت بالذمه باش ناخذه. فهمتني؟ اني خذيت هذوما. وثم زاد حبه البركه، هذه هذه شربان ودهنان وللرقيه الشرعيه. حبه البركه، حبه البركه شفاء لكل داء ان شاء الله. فهمتني؟ ثم الوي فيرا، ثم الهندي، ثم هذا ماسك نوار، ماسك نوار ضد البوانوار. اما احنا متسمين برشا في البار ديسكاردو، انا خديت منها زاد ننصحكم بالرسمي، ننصحكم به بالرسمي اللي حب يجي لهنا لتونس. هاكا سمبليسيتي، هذا نمرو التليفون، ها كيفاش نعبيو هاد الدبوز.